قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب، فقلنا نبدأ نخزن بقى الفاكهة بتاعتنا عشان طبعا الموسم بتاعها نلحق نخزنها قبل ما تمشي، ونلحق نشرب منها عصاير كتير قوي قوي في رمضان. النهاردة هنخزن مع بعض الفراولة بطريقة سهلة جدا عشان تطلعيها في رمضان وتعمليها كل سنة وانت طيبة. طبعا جيبي كمية الفراولة اللي انت عايزاها، انا هديكي الطريقة وانت اعملي زي ما انت عايزة. زي ما انتم شايفين كده عندي كمية من الفراولة، هنبدأ نفرزها مع بعض. بس ليه عندكم طلب، لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك، وشجعوني عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. يلا بينا نخش في موضوع الحلقه ونشوف هنفرز الفراوله الحلوه دي ازاي. زي ما انتم شايفين كده عندي ده حوالي كيلو الا ربع من الفراوله. طبعا انا لسه هبدا اجيب كميات، بس انا قلت اديكم الفكره وبعد كده اعمل بقى مع نفسي الكميات بتاعتي براحتي. انا قلت اعمل معاكم الكيلو الا ربع ده، هعمل ايه؟ غسلته كويس جدا جدا جدا. طبعا احنا لو بنجيب الفراوله مش هناكلها إيه، وهناكلها بعد شويه، بجيبها بسيبها زي ما هي كده، بفضيها في الطبق وبحطها في الثلاجه، واما باجي باكل منها باخد منها شويه اغسلهم وناكل منها. انما عشان هنفرزها في الفريزر ما ينفعش نشيلها مش مخصوص. مغسولة. تمام، فبجيبها ده لما هفرزها بجيبها اروح جايه غسلها كويس قوي قوي. الخطوه دي مهمه جدا. بعد ما بتغسليها بتبداي تشيلي القمع اللي فوق ده، ممكن تشيليه بالسكينه او تشيليه بايدك زي ما انت عايزه، وتبداي ان انت تقسمي الفراوله على اتنين كده عشان ما تاخدش معاكي مساحه مش اكتر، ممكن تسيبيها زي ما هي. وببدا ان انا اشيل القمع ده كده اهو، تمام بالشكل ده، طريقة سهلة جدا مبسطة جدا. هعمل لكم تفريز الموز، وهعمل لكم السفنجي، تفريز السفنجي برضو. استنوا فيديوهات جاية هتعجبكم قوي قوي. تمام، هقطع بقى كل الكمية بالطريقة دي. زي ما انتوا شايفين قطعت بقى الفراولة بالشكل ده كده، قطعتها على اتنينات، ممكن تحطيها زي ما اتفقنا على جزء واحد. بتبدأي ان انت تجيبي كياس تلاجة، علب فل، كياس عادية، المتاح عندك، يعني ما توقفيش نفسك، وتبدأي ان انت تحطي الكمية بتاعتك فيها. انا هنا بشوف عدد افراد الاسرة عندي، الكمية دي هتقضيهم ولا عايزة اكتر. طبعا لو هتعمليها بمية بس فتعملي حساب كده ان انت تزودي الكمية، لو هتعملي معاها موز او فاكهة تانية ممكن تقللي الكمية، فانت اللي بتحددي الكمية بتاعتك براحتك. انا هنا شايفه ان الكميه دي هتعمل معايا شفشق لو عملتها باللبن او بالميه بس من غير موز او من غير اي انواع فاكهه تانية معاها. فببدا ان انا اخد الكميه بتاعتي بتاعت الفراوله اعبيها جوه الكيس بتاع التلاجه بالشكل ده كده اهو، بالمنظر ده. ما بحط السكر، السكر لما بيتحط بيبقى مش صحي، فانا بحط الفراوله كده من غير سكر ولا اي حاجه، بتطلع معايا بتبقى ما شاء الله زي ما هي. طبعا بتطلعيها قبل ما تستخدميها من التلاجة، تفك وتبدأي ان انت تحطيها في الخلاط، وتحطي العصير ايه، تحطي سوري المية بتاعتك او تحطي اللبن بتاعك، وتبدأي ان انت تضربي براحتك، يعني عادي خالص، عصير عادي فريش خالص، محدش هيقولك ان هي مختلفة عن الفريش اللي انت لسه عاملاها، بتطلع جميلة بجد. وببدأ ان انا اجيب كيس التلاجة كده اهو، حطيت الكمية بتاعتي، لقيتها كتير، لقيت ان هي كتير عليا، ممكن اقسمها على اتنين طبعا ليكي الحرية. ببدأ ان انا افضي الكيس من التلاجة وببدأ اعمله كده، وبجيب سلوتيب او حاجة وببدأ الزقه من هنا. ليه بقى؟ عشان ما ياخدش مساحة معايا في الفريزر لما احط الفاكهة بتاعتي او احط كمية الفراولة بحطها فوق بعض، فما تاخدش مساحة معايا، وعشان اقدر ان انا اخزن فواكه تانية كتير. طريقة تخزين سهلة جدا، هتعمليها بكل بساطة. كل ما تلاقي عندك فراوله زياده ممكن تعمليها بالطريقه دي، هتسهل عليكي. بس كده، دي كانت فكره الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.